بعد اكتشاف صيدون الغارقة في البحر نشأت عنا نظرية انه الشاطئ اللبناني كله غائص في البحر، سواء من ملاحظات شيوخ كبار بالسن او من ملاحظاتي الشخصية او من ملاحظات بعض العلماء. مثل سلم، مثل اللي فيها سلم، مليئة ولا ضيعة فيها سلم، مثل خربة سلم، مثل مجدل سلم. هي اللعان، لأنه وقت ما تكون مدينة معادية لمصر، عم نحكي وجدنا موانئ بعمق 17 متر، مرفقين حد بعض، طول الواحد الموجود يمكن 100 متر، 60 متر، وحتى مقطشين نتيجة تحركات جيولوجية بالأرض، زيحة أقسام منها، بس اللي باقي الظاهر يعني واحد مثلا طوله 70 متر، عرضه 20 متر، مبلط بلاط كثير حلو وبيناتهم في رمل. فالموانئ هذه بتاكد انه كان في مدينه كثير معتمده على السفن والبحر والى اخره. تم اكتشاف طرقات مبلطه، ساحات عامه فيها تماثيل، حددنا فيها تمثالين بارزين هويتهما ترجح انهما يعودان للثقافه المصريه الفرعونيه. سترابو قربنا من الموضوع عندما ذكر هذه المدينة باسم أورنيثو، وجدنا نوع من التبرير لإعلان هذا الموقع. مع العلم كرجل علم لا أحسم شيء قبل ما توجد قرائن ثابتة تدحض كل مخالف لها، بس أني أرجح ترجيح أن هذه هي يرموتا.